يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض القبلمه او الكوسه بلبن، بس رح نعملها بطريقه مختلفه شوي عن اللي بتعرفوها. مثل ما شايفين الكوسه هون عندي انا كبيره، يعني نحن ما بنعملها بالعاده بهذا الحجم، وانا عملتها بطريقه التقليديه اللي نحن بنعرفها وكلكم بتعرفوها. بس كونوا المغتربين عم يشتكوا كثير انه الكوسه عندهم كبيره، يعني ما عم بيلاقوا الحجم الصغير، وكمان شبابنا المغتربين كمان ما بيقدروا يحفروا او يقوروا الكوسه. لهيك انا رح اعمل لكم اياها اليوم بطريقه بتاخذوا نفس النتيجه ونفس الطعمه، ورح تكون سهله عليكم كثير. بالبدايه بس بدي اقطع انا الكوسه لحتى اقليها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. راح تلاقوا المقادير مكتوبة تحت بصندوق الوصف، وكمان أنا هلأ راح أحكيها وأنا عم أشتغل. الكوسة أول شي بدي أقطع حلقات بهالشكل، إذا كانت أكبر من اللي أنا هلأ شايفينها هاي اللي أنا جايبتها، ممكن بعد ما تقطعوها هلأ بس أوصل لهون بأرجيكم. وبنقطعها كمان سميكة شوي، يعني ما بنقطعها رقيقة لأنه هي بدها تنقلها هلأ بتلاقوها ذهبت شوي وقت بتكون تقلوها. بس راح اقطعها هيك لاوصل للاخير لهون. لانه احيانا بتكون اكبر من هيك كمان قطعه او حبه الكوسه مثل هاي مثلا، راح تلاقوها كثير كبيره. ممكن نعملها كمان بعد ما نعملها نقصها بهالشكل هذا. هلا راح انهي الكل وبرجع لكم. بعد ما قطعتهم فردتهم هيك على صينيه لحتى ينشفوا شوي لحتى يسهلوا علي وقت بدي اقليهم، لانه الكوسه بس بنقصها بصير بتعطي مي، شايفين كيف؟ وقت بمسحوها هيك بتعطي مي، هذا بيطولوا بيخليها تطول يعني وقت القلي. هدول اللي شفتوهم ست كوسايات بهالحجم اللي شفتوهم، او بيطلعوا تقريبا كيلو ونص من الكوسه. هلا رح روح اقلي اللحمه وبنرجع بعدين بنقلي الكوسه. مقلاية على النار حطيت 3 معالق من الزيت، ورح احط عليهم بصله بارشتها انا بهي، فيكن تفرموها ناعم يعني، حبة بصل وسط. احط عليها شوي من الملح ساعدها على انه تدبل، تقريبا شي معلقة شاي. عندي البصله دبلت، راح احط عليها لحمه، انا ماني مكتره لحمه، شايفين قد ايه هي الكميه، يعني انتم حسب ما بدكم بتحطوا، انا اللحمه طبعا عندي مفرزه، هدول بيطلعوا تقريبا قويين من اللحمه. راح احط عليها شوي صغيره من الفلفل الاسود بس، تقريبا هي المعلقه الصغيره راح احط هيك تقريبا شي معلقه صغيره بس. هي هي كل تتبيله اللحمه، ما ححط بهارات كثير، مجرد لحمة وملح وفلفل وبصل. حطيت الكوسة لحتى اقليها، شايفين كيف بلشت تتحمر عندي؟ بس تتحمر شوي، بتحبوا تحمروها اكثر من هيك كمان بيصير. هلا هيك انا بخلصهم كلهم وبعدين بنروح بنجهز اللبن مع بعض. طنجرة حطيت كيلو من اللبن، رح احط عليه معلقة بهالشكل نشا، معلقتين رح احط للكيلو هاد وهاي، شايفين كيف؟ خلطهم هلا وبحركه هلا على البارد. طبعا انا عم حرك، ما حضيف انا هلا الملح، بضيفه بعدين بالاخير لحتى ضيف اللحمة وبضيف الكوسة، بدوقهم اذا احتاج بحط، لاني حطيت للحمة انا، بشوف اذا بعدين احتجت بحط ملح. هلا بنضل عم نحرك هيك لحتى يغلي عنا اللبن. هلا بس خلطتهم على البارد بشعل تحته وبصير بحركه، ما بوقف تحريك. عندي اللبن صار جاهز، لأرجيكم كيف هلا بلش يغلي، شايفين كيف بلش عندي يغلي انا اللبن؟ بس وقفت عن التحريك شوي بس لحتى تشوفوا. خلص هيك صار عندي جاهز. هلا انا راح اطفيه لحتى نكفي طبختنا مع بعض. راح احط اللحمه اللي قليناها قبل شوي فوق الكوسه بعد ما قليتها، وبخليهم مع بعض هيك يعني تقريبا شيء 5 دقائق بس، ياخذوا من نكهه بعض لحتى بعدين ضيف فوقهم اللبن. بس هيك حطهم
بغطيها وبتركها شوي يعني على نار هذا هيك شوي صغيره بس لياخذوا لا تاخذ الكوسه من نكهه البصل واللحمه، وبعدين نضيف فوقهم اللبن. انا بس كنت اعمل لها هيك شوي نسفهم شوي مع بعضهم لحتى يتخلطوا، ما بدي احركهم حتى ما تنهرس عندي حبه الكوسه. هلا هيك عندي مرق تقريبا شيء 5 دقائق، رح ضيف اللبن وبنتركهم هلا مع بعضهم كمان يغلوا قريب 5 دقائق او 6 7 دقائق، يعني مجرد انه ياخذوا نكهه من بعضهم. اذا انتم الكوسه عاملينها مو مستويه كثير يعني ما قليتوها زياده ممكن تخلوها لحتى تستوي بقلب اللبن، بس انا قليتها على الاخير لحتى يعني تكون مستويه عندي على الاخير تمام، بس بدي اياها تاخذ من النكهه. هلا هيك بس بحركها شوي بهالشكل هذا وبتركهم يغلوا مع بعض، كل شوي بحركها لانه بخاف كمان انها تلزق عندي، بس ما بغطيها حتى ما يفرط عندي اللبن. انا دقت اللبن هلا لقيت انه بده ملح، تقريبا رح احط معلقه الاكل. والسماكه هلا هاي تبع اللبن انتم بتتحكموا فيها، يعني هلا اذا بدكم تضيفوا مي فيكم تضيفوا، بس قبل ما بنضيف مي نحن وقت بدنا نغلي اول مره. هلا انا مجهزه هون كبايه واحده من المي رح احطها كمان معه، وحركهم شوي واتركهم يغلوا مع بعض لحتى يغلي، بس بتكون هيك طبختنا جاهزه. رح اسكبها تشوفوا قوامها كيف صار. في ناس بيحبوا كمان بعد ما تنتهي هيك الأكلة يعملوا شوية ثوم، يعني يكووا ثوم مع شوية سمنة ويحطوا على الوجه كمان بتطلع طيبة، بس أنا اليوم ما حطيت، هذا اختياري يعني كيف بتحبوا أنتوا تحطوه بتحطوا، بس طعمتها كتير كتير طيبة، بتمنى أنكم تجربوها لأنه سهلة وبسيطة. هذا هو شكله طبقنا لليوم، بيتقدم حده برغل أو رز، كمان البرغل طيب معاها. بتمنى يكون عجبكم شغلي لليوم، اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على القناتين، قناة مطبخنا السوري وقناة يلا نتحلى.